معزبنا الشيخ بدر البشر، الله يعطيك الصحة والعافية. يلا سمي الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك، أحسنت، نفع الله بك.